الناس شايفة دلوقتي الوايت بورد بتاعنا. هنبتدي دلوقتي الجزء الجديد اللي احنا بنتكلم عليه او chapter 2 اللي هو البريشر. طيب تعريف البريشر ايه الاول اصلا؟ normal force exerted by a fluid per unit area. يبقى انا عندي الفورس على الاريا، يبقى القوة اللي بتأثر عمودية، لازم تخلي بال حضرتك ان ديت normal force اللي بتأثر على الاريا بتاعتنا او اليونت اريا اللي موجودة. طيب الوحدة بتاعتنا او اليونت بتاعنا الفورس عبارة عن نيوتن على المتر مربع، يبقى البريشر بيساوي نيوتن على المتر المربع او بنسميها الباسكال، تمام، او بنسميها البار، او بنسميها الاتموسفيريك. طيب النيوتن على المتر المربع، طيب الواحد بار بتساوي واحد وتلتاشر من الف في عشرة أس خمسة نيوتن على المتر المربع. في حاجة مهمة كده عايزين نشوفها مع بعض واحنا شغالين. هنشوف كده تشارت معين. في حد دخل عايز؟ طيب نكمل. لو انا عندي خط بالشكل ده كده او احداثيات، انا عندي قيمة زيرو وانا هعمل قيمة واحد اللي هي بواحد بار. يبقى انا عندي القيمة ديت اللي بترتفع تبعد عن الزيرو بقيمة اللي هي واحد بار. طيب احنا الضغط الجوي او الجو اللي احنا عايشين فيه ده بنقول عليه قيمة الضغط الموجودة فيه اللي هي واحد بار. طيب لو انا بقيس اي حاجة اعلى من الضغط الجوي وليكن في القيمة دي هنا كده، القيمة بتاعي ديت وليكن عند رقم 2، طيب لو انا هجيب القيمة المناظرة اللي موجودة عندي هنا كده ديت، القيمة المناظرة بتاعي ديت لو انا هبتدي انا قايس من تحت من الزيرو لحد فوق ده رقم 2، يبقى انا القيمة بتاعي انا بادي من هنا، من هعتبر ان الصفر بتاعي ده اللي هو الضغط الجوي اللي انا بادئ منه يا شباب. طيب لو انا طلعت الرقم ده كده يبقى الرقم ده عبارة عن ايه؟ من هنا لهنا، او احنا هناخد رقم 3 علشان يبقى ايه المثال اوضح شوية، مش هناخده 2، رقم 3. طيب لو انا اعتبرت ان ده الزيرو بتاعي المؤقت اللي موجود عليه اللي هو عند الضغط الجوي
وعند رقم 3 هنا كده يبقى الفرق ده كله عبارة عن كام؟ 3 ناقص 1 يبقى أنا هنا 2 بار. الاتنين بار دولت بنسميهم ايه؟ جيج بريشر او ضغط جيج. طيب انا لو انا بقيس من تحت خالص من هنا لحد هنا يبقى انا عندي 3، القيمة اللي هي ايه؟ 3. التلاتة ديت بنسميها ابسوليوت بريشر لو انا بقيس منين؟ من الزيرو لحد فوق. طب لو انا اعتبرت الزيرو بتاعي موجود هنا اللي هو يعتبر عند قيمة الضغط الجوي، بعتبر ان القيمة ديت، يبقى انا الزيرو اللي موجود عندي هنا ده اللي انا عند الضغط الجوي اللي هو قيمته بواحد، فوق كده بقيس حاجة اسمها جيج بريشر. لكن لو انا بقيس من تحت لحد فوق الكلام ده كله بنسميه ابسوليوت بريشر. تمام. نكمل يا شباب. طيب في ظهر، يبقى انا كده في عندي ظهر مسمى حاجة، عندي في عندي اتموسفيريك بريشر وفي جيج بريشر وفي ابسوليوت بريشر. الثلاث مصطلحات دول، الاتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي اللي هو قيمته بواحد، الجيج بريشر اللي انا بقيس بعتبر ان انا عندي الضغط او المعيار المقاس بتاعي فوق الضغط الجوي. طيب الابسوليوت بريشر يبقى انا اعتبر كان انا ايه؟ قست. مش انا بقول يا جماعه الشويه دولت اللي هم بيعتبروا من الجيج، وانا لو انا هقيس الابسوليوت يبقى انا بقيس من تحت لحد فوق. يبقى انا دلوقتي القيمه الابسوليوت دي كلها عباره عن ايه بقى؟ يبقى انا افهم من كده ان الابسوليوت بتساوي الاتموسفيريك بريشر زائد الجيج بريشر. يبقى انا الابسوليوت بتاعي عباره عن ان انا بضيف على الاتموسفيريك زائد الجيج، وده يبقى الضغط المطلق او الضغط الكلي او اللي بنسميه ساعات التوتال بريشر. طيب دلوقتي حضراتكم التوتال بريشر ده اقل قيمه عندي هنا ايه؟ زيرو. مفيش بالناقص بالنيجاتيف، خلاص انا عندي الزيرو موجود هنا، دي اقل حاجه. لو انا هطلع اطلع لفوق. طيب انا اعتبرت ان خط الارض بتاعي لو انا هاجي اقيس من عند الضغط الجوي اللي هو موجود اللي هو الصفر جوي هنا كده، يبقى انا بقيس من فوق وبقول جيج بريشر. طب لو انا اعتبرت ان انا الصفر بتاعي ده كده وهقيس لتحت، هقيس لتحت هنا، انا هنا على ارتفاع قد ايه من القاعده؟ على ارتفاع واحد اللي هو القيمه دي كده. اللي هو انا بقيس من هنا لحد هنا كده القيمة دي كلها واحد بار، ماشي. طيب انا هنزل، يبقى انا اقصى حاجة لو انا وقفت هنا كده اقصى حاجة نزلتها، يبقى انا هنزل من الصفر اللي موجود هنا هنزل لحد ناقص واحد. يبقى انا المقاس بتاعي من الزيرو نزلت لحد ناقص واحد، يبقى انا بقول ناقص واحد جيج. يبقى لما اقول كلمة جيج يبقى انت عارف ان انت حضرتك واقف هنا، نزلت ناقص واحد، يعني انا كأن انا نزلت عند زيرو ابسوليوت. طيب لو طلعت فوق واحد اتنين تلاتة اربعة جيج، يبقى انا عارف ان انا واقف هنا، ادام قلت كلمة جيج في المصطلح بتاعي يبقى انا كأن انا واقف هنا وطلعت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طيب لو انا عايز اقول توتال، يبقى الرقم اللي انا بضيفته هنا بضيف عليه المسافة ديت اللي هي التوتال بريشر اللي هي واحد. يبقى انا عندي فهمنا الاتموسفيريك بريشر هو ايه؟ اللي هو الضغط الجوي اللي هو قيمته بواحد، الجيج بريشر اللي هو الضغط اللي انا بقيسه حوالين الاتموسفيريك بريشر، الجيج بموجب يبقى انا بطلع لفوق، الجيج بسالب يبقى انا بنزل لتحت. طيب لو انا قلت لحضرتك انا الجيج بيساوي سالب ربع بار، لو انا قلت لحضرتك الجيج بيساوي سالب ربع بار، سالب ربع بار يعني ايه؟ يبقى انا بشيل كلمة سالب ديت واقول جيج، بقول انا عامل فاكيوم بتساوي ربع. يبقى انا بشيل كلمة
سالب والجيج واحط مكانها ايه؟ فاكيوم. يبقى انا عملت فاكيوم ضغط تفريغ اقل من الضغط الجوي بقيمه ربع، يبقى انا نزلت عن الضغط الجوي لتحت بقيمه ربع، يبقى عملنا فاكيوم بربع. اقصى حاجه اعمل فاكيوم عندي فيها وما اقدرش اعمل اكتر من كده بكام يا جماعه؟ ان انا هنزل من هنا لحد ما انزل لحد فين؟ اقصى حاجه لحد سالب واحد، يبقى الفاكيوم بتاعي واحد اللي هي تساوي زيرو ابسوليوت. يبقى انا نزلت تحت لحد هنا كده، يبقى انا كده ايه؟ زيرو ابسوليوت، مفيش حاجه بعد كده. فخلي بال حضرتك، يبقى اما اقول فاكيوم واحد يجي يقول لك فاكيوم اتنين فاكيوم تلاته، اعرف ان ده كده غلط، هو فاكيوم اخره واحد. يعني حتى العدادات لما هتلاقي عدادات اللي موجوده في السوق عند سيادتك اللي هي بتاعه الفاكيوم، المؤشر بتاعه من الصفر لسالب واحد، او ممكن يقول واحد لو هو عداد فاكيوم. تمام، يبقى عداد لو عداد فاكيوم من الصفر الى الواحد، يبقى هو كده اخره خلاص مفيش بعد كده. طيب نيجي بقى نشتغل على البريشر بتاعنا بقى. في الميكانيكس العادية اللي احنا كنا بنشتغل فيها واحنا في الثانوي، بنقول ان البريشر بيساوي الفورس على الاريا، صح؟ طيب لو انا هشتغل في الفلويدز بقى بقول بتساوي الرو جي اتش، يبقى البريشر بيساوي كثافة السائل في عجلة الجاذبية في الارتفاع. لو انا عندي خزان بالشكل ده كده وفيه سائل موجود هنا بيأثر، ده سطح السائل تمام، بيأثر عندي موجود هنا عند النقطة ديت قيمة ايه اللي بيأثر على نقطة السطح ديت؟ الضغط الجوي. طيب لو انا عايز اشوف الضغط موجود في النقطة ديت هنا عبارة عن ايه، بيساوي ايه بقى؟ الضغط اللي موجود للسائل ده على الارتفاع اللي قيمته اتش زائد الضغط الجوي اللي بيأثر على السطح زائد البي اتموسفير. ادام انا جمعت البي اتموسفير يبقى انا بقول ده التوتال بريشر بيساوي رو جي اتش زائد البي اتموسفير. يبقى الضغط الكلي عبارة عن الضغط الجوي اللي بيأثر على سطح السائل زائد العمق بتاع السائل اللي بيأثر عندي تحت هنا كده. طيب حضرتك انا اشتغلت جيج، عايز اعرف الجيج بريشر، يبقى انا في الحالة دي بهمل القيمة بتاعت الاتموسفير وبقول ان الضغط بتاعي عبارة عن الضغط بتاع الفلويد ده السائل اللي موجود عليه عبارة عن الرو جي اتش، وفي الحالة دي بنسميه جيج بريشر. معايا يا شباب؟ طيب احنا علشان نعرف قيمة الضغط الجوي ازاي، لما عملنا البارامتر جبنا سائل وحطينا فيه زئبق وجبنا أنبوبة مليانة زئبق وقلبناها بالشكل ده كده، ارتفع الزئبق لارتفاع قيمة معينة بالشكل ده كده، ايه اللي حصل؟ ان الضغط الجوي أثر على سطح السائل هنا،
فاللي حصل ان رفع السائل في الانبوبة ديت بقيمة مقدارها H. القيمة اللي مقدارها H ديت انا عايز اعرف بقى ان البريشر بتاعي اللي رفع رو في الجي في الاتش، جينا قسنا الاتش ديت وكان السائل بتاعي هنا ميركوري اللي هو الزئبق، تمام. اما ارتفع ارتفاع قيمة معينة ما قسناها لقيناها 73 ملي متر زئبق، فضرب كثافة الزئبق اللي هي 13600 في عجلة الجاذبية 9.8 في 76 ملي متر، 76 في 10^3، لقى الرقم ده عبارة عن 1.13 في 10^5 نيوتن على المتر مربع. من هنا قلنا ان قيمة الضغط الجوي عند سطح البحر عبارة عن 1.13 في 10^5، تمام. طيب احنا ليه قلنا عند سطح البحر؟ لان كل ما هترتفع فوق كل ما وزن عمود الهواء هيقل. هو الضغط الجوي عبارة عن ايه يا جماعة؟ لو هنيجي نبص كده مع بعض، انا عندي الكرة الارضية بالشكل ده كده، تمام، والغلاف الجوي بالشكل ده كده. لو جبت عمود هواء من الغلاف الجوي لحد سطح الارض، الارتفاع بتاعه ده كده، وجبت كثافة الهواء الرو في الجي في الاتش، هتلاقي القيمة ديت هي، طبعا احنا قلنا على سطح البحر لان طبعا في جبال وفي هضاب، فطبعا احنا خدنا سطح البحر على اساس ان هو ايه، يعتبر سطح مستوى على سطح الكرة الارضية. لقينا القيمة ديت هي هيها نفس التجربة لما بقت متساوية بعمود الزئبق، لان هنا الهواء بيضغط على السائل فرفع الزئبق بالقيمة ديت. لو القيمة ديت هتلاقي ده نفس الارتفاع لو عوضنا ب 1.13 × 10^5 وكثافة الهواء تقريبا حوالي 1.2 او 1.3 في عجلة الجاذبية، هتلاقي الارتفاع ده هو ارتفاع الغلاف الجوي اللي موجود فيه الهواء، لان بعد كده في فراغ مفيش هواء، لان ده لما الهواء اللي موجود اللي هو محصور فيه داخل الغلاف الجوي. من هنا عرفنا قيمة الضغط الموجودة المناظرة للارتفاع عمود الهواء لحد سطح الغلاف الجوي اللي هو بنسميها الضغط الجوي، وقيمته 1.13 × 10^5 نيوتن على المتر مربع، او بنسميها واحد بار، ماشي يا شباب. طيب نيجي بقى بنشوف بقى علشان نقيس الضغوط داخل الخزانات. عندي لما جبنا خزان بالشكل ده كده ووصلنا فيه انبوبة عشان نعرف قيمة الضغط اللي موجودة هنا بالشكل ده كده ايه، فوصلنا باليومانومتر، عملنا جهاز اسمه يومانومتر، تمام. لقينا السائل ارتفع بقيمة مقدارها H، يبقى البريشر اللي موجود هنا اللي انا معرفش قيمته بتساوي رو في الجي في الاتش، كثافة السائل اللي موجود في المانومتر ده في عجلة الجاذبية في الاتش الموجودة عندنا هنا اللي احنا قيمتها قسناها من اليومانومتر. من القيمة ديت نقدر نعوض بالكثافة في عجلة الجاذبية في الاتش، نطلع قيمة البريشر الموجود في الخزان. طيب البريشر اللي موجود لو انا قلت رو جي اتش، نخلي بالنا من الحتة دي لو سمحتم، طيب دلوقتي انا موجود عندي رو جي اتش القيمة ديت، هل انا قلت، طبعا انا موجود هنا المانومتر مفتوحة للضغط الجوي، لو انا ضفت الاتموسفيريك بريشر عليها قلت زائد
ال P atmospheric، يبقى أنا في الحالة ديت الضغط ده كله اللي هو total pressure. يبقى الضغط اللي أنا مقيسه هنا عبارة عن ضغط اللي موجود في الأنبوبة هنا زائد الأتموسفيريك بريشر، لكن أنا أهملت القيمة ديت اللي موجودة هنا كده. يبقى في الحالة دي الـ P جيج بتساوي رو جي اتش، يبقى أنا بس جايب ضغط الخزان ما ضفتش عليه الضغط الجوي، يبقى ده اسمه الجيج بريشر. عشان كده نخلي بالنا لو انا قلت لحضرتك ان ده توتال بريشر، يبقى تعرف ان القيمه دي رو جي اتش منضاف عليها الاتموسفيريك بريشر. طيب ناخد مثال على طول علشان نقرب الموضوع ونفهم الافكار المختلفه من البريشر هنا. اولا انا هاخد مثال على بغض النظر، هنرجع للتطبيق الاساسي للبريشر عندنا. انا عندي المانومتر، المانومترات بنستخدمها لتحديد ارتفاع سطح المبنى او ارتفاع المبنى قد ايه عن سطح الارض. لو انا عندي مثلا عمارة بالشكل ده كده، قسنا بالمانومتر هنا عند نقطة 1 وبالمانومتر عند نقطة 2. عند نقطة 2 مثلا كان 730 ملي متر زئبق، وعند نقطة 1 كان 755 ملي متر زئبق. عايز يعرف ارتفاع المبنى ده، find the height of building. طيب هو انا دلوقتي الضغط او سطح المبنى النهارده عمل لي ايه؟ لو تخلي بالك هو جاب لي بدلاله الزئبق، تمام، هو مش بدلاله عمود زئبق. يبقى انا هو ارتفاع المبنى ده انا عايز اجيبه بدلاله الاتش اللي هي ارتفاع عمود الهواء، تمام، وفي نفس الوقت هو هنا جاب لي بدلاله الزئبق. هو انا مش الفرق الارتفاع من هنا او قيمه القرايه بالمانومتر من هنا لهنا هتديني الاتش بتاعتنا. طيب هو انا البريشر دلوقتي عباره عن رو جي اتش، وهو مديني الاتش هنا بدلاله اتش جي. لو انا مديني بدلاله الاتش جي او الميركوري، يبقى انا لازم اعوض بالكثافه بتاعه الميركوري، وفي القيمه ديت اللي هنا يبقى انا بي عند نقطه 2 والبي عند نقطه 1 بتساوي رو جي اتش. يبقى انا لو عوضت بهنا كده يبقى لازم اعوض بكثافه الايه، بكثافة الزئبق اللي هي 13600. طيب ارتفاع المبنى بتاعي اللي هو ال H، تمام، يبقى أنا لو أنا عندي ال H هنا محتاج أعرف كثافة الهواء. هو مديني كثافة الهواء واحد ال air بتساوي 1.18 كيلوغرام على المتر مكعب. طيب أنا ممكن أحل إيه؟ أجيب البريشر هنا القيمة دي اعوضها، واجيب البريشر هنا واطرح الفرق ما بينهم وتديني الدلتا بي اعوض في المسألة بالناحية التانية. او ممكن اعمل ايه؟ اجيب الفرق ما بين الاتنين معايا اللي هو عبارة عن ايه بقى؟ البي 2 ناقص البي 1، نشوف كده لو سمحت مع بعض، البي 2 ناقص البي 1 بتساوي رو جي دلتا اتش بتاعت الاتش جي. الرو اللي هي 13600 في عجلة الجاذبية 9.8 في الدلتا اتش اللي هي كانت كام؟ 755 ناقص 730، يعني كام؟ 25 ملي متر، تمام. الرقم ده الناتج ده هيديني ايه بقى؟ اللي هو الدلتا بي اللي هو برضو بنفس الوقت رو جي اتش بتاعت البيلدينج. ده
بس هنا في الحالة ديت انا هعوض هنا بايه؟ بكثافة الاير، ما هو اداني هنا دلتا اتش. طيب هتساوي بقى كثافة الهواء بتاعنا اللي هي 1.18 في عجلة الجاذبية 9.8 في الدلتا اتش، اللي هي بتاعت كثافة او اللي هو الارتفاع المبنى المطلوب. يبقى انا لو عوضت 13600 في 9.8 في الدلتا اتش بتاعتنا اللي هي كانت 25 معايا، الاتش بتاعتنا بتاعت المبنى هتطلع، ونساوي هنا في الجزء الثاني الطرف الثاني من المعادله، هيطلع 289 متر. يبقى انا ارتفاع المبنى بتاعي 289 متر او 288.8. واضح يا شباب؟ يبقى احنا هنا قدرنا من مسألة بالشكل ده، مسألة بسيطة، قدرنا نعرف ارتفاع المبنى. اتفضل. لو انا خدت مانومتر وصلته بالشكل ده كده، وصلته بالشكل ده كده، عند نقطة A ونقطة B. أنا عندي هنا خزان A وخزان B. أنا عندي الارتفاع من هنا لهنا كان 4.4، والسائل هنا اللي موجود في المانومتر ده عندي أكتر من سائل، موجود بالشكل ده كده، تمام، لحد تحت هنا كده بقيمة 3.10، وبعد كده في سائل تاني في المانومتر موجود هنا كده لحد النقطة ديت بالشكل ده كده. خلي بالكم كل سائل له specific gravity. يبقى أنا عندي فيه سائل واحد وفيه سائل اتنين معايا، وبعد كده في سائل تالت من هنا القيمة ديت عبارة عن ايه بقى؟ القيمة ديت عبارة عن لو انا جيت قسمت كده، انا عندي ديت 4.10 والقيمة ديت اسمها A، يبقى المسافة دي كلها عبارة عن A زائد 4.10. فخلي بالك، يبقى انا عندي هنا specific gravity، وده السائل ده له specific gravity، والسائل ده له specific gravity. يبقى الـ specific gravity بتاعت السائل ده مثلا هنسميها ايا كان، ده اويل وده ليكويد واحد وده الميركوري معايا يا شباب. طيب هو عايز ايه؟ عايز الفرق ما بين بي واحد او بي اي ناقص بي بي، ماشي؟ طيب احنا هنخلي المسألة ديت كده موجودة في جنب، وهنتمرن على حاجة تانية كده، وبعدين نرجع للمسألة بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها. هنقول عندي السائل الأول وبعدين السائل الثاني وبعدين
السائل التالت دي هنسميها ال واحد. خلي بالك بقى كده ال اتنين ال تلاتة وده نقطة A. أنا عندي ده هنسميه الليكويد واحد وده الليكويد اتنين وده الليكويد تلاتة. خلي بال حضرتك كل سائل المسائل اللي من النوع ده يا جماعة أو المسائل المانومترات سهلة جدا جدا جدا، بس بشرط خلي بالك من الاتجاهات. يبقى أنا في عندي حاجتين مهمين لازم أشتغل عليهم، الاتجاهات وارتفاع كل سائل معايا. وشوف أنا بقول ارتفاع وكل سائل، يبقى كل سائل يبقى له السبيسيفيك جرافيتي بتاعته أو الرو بتاعته أو الخواص بتاعته ماشي. يعني النقطة ديت يبقى أنا في عندي اتش وفي عندي رو ارتفاع، وفي الاتجاهات يا موجب يا سالب. واضح يا شباب؟ يبقى خلي بالك من القاعدتين دولت كده. في قاعدة كده احنا كطلبة، مش هنقول احنا كما يعني احنا كطلبة عملناها واحنا طالعين، بنقول طالع موجب نازل، اكيد هتبقوا سمعتوا عنها، نازل سالب. دي القاعدة التالتة او اللي احنا اتكلمنا عنها كايه كطلب، طالع موجب نازل سالب. انا عندي هنا الحاجة الاخيرة ان انا عندي الانبوبة دي مفتوحة للضغط الجوي، يبقى انا في عندي هنا وانا شغال موجود عند سيادتك كده هنا البي اتموسفيرك. لو انا عايز قيمة الضغط اللي انا بتكلم عليها بتاع الخزان ده عبارة عن بيأثر في ايه؟ السائل ده موجود هنا بيأثر السائل ده والسائل ده تمام، وبعدين السائل التالت، وبعدين مفتوحة للضغط الجوي. طيب الأنبوبة بتاعي مفتوحة للضغط الجوي، لو أنا هتكلم أقول بي جيج يبقى أنا الضغط الجوي إيه اللي أنا هعمله؟ ههمله. لو أنا بقول الخزان ده أبسوليوت بريشر يبقى أنا هضيف على المعادلات طبعا رو جي اتش هنا ورو جي اتش ورو جي اتش، يبقى أنا هضيف عليه البي أتموسفيريك لو أنا بقول توتال بريشر. لكن أنا هشتغل شغلي كله هيبقى جيج عندي، يبقى أنا ههمل الضغط الاتموسفيريك اللي بيأثر على الأنبوبة هي مفتوحة. طيب نيجي بقى نعوض كده في المعادلة بتاعتنا بدون القيم، احنا بس كل احنا هنعوضه. يبقى أنا ابتديت يبقى احنا هنقول الضغط عند الخزان واحد البي ايه، احنا لما مشينا اتحركنا افقي كده فمفيش اي قيمة ضغط، الضغط قيمة عمودية على السطح يا فوق يا تحت، اتحركت افقي يبقى كده مفيش اي قيمة ضغط. خلي بالك معايا نزلت في السائل رقم كام؟ رقم اتنين، يبقى انا ايه؟ نازل بالسالب، يبقى ناقص آسف الإشارات ديت طالع بالسالب ونازل بالموجب. معلش يا شباب الإشارات ديت نازل بالموجب وطالع بالسالب، يبقى أنا دلوقتي إيه اللي حصل؟ نازل، يبقى أنا إيه؟ يبقى الضغط زائد. مشيت في السائل هنا رو بتاع السائل اتنين، في عجلة الجاذبية في اتش بتاع السائل رقم اتنين اللي هي ايه بقى؟ انا عبارة عن الاتش بتاعت السائل اتنين ديت اللي هي
انا هاخدها بره كده لوحدها، اللي هي ال 2 زائد ال 3 صح؟ يبقى انا مشيت لحد ما وصلت هنا وبقف، يبقى انا كده خلصت السائل رقم 2. هنشوف بقى الاشارة بتاعتي، انا السائل رقم كام؟ 3. السائل رقم 3 طلعت ونزلت، يبقى انا ايه اللي حصل؟ نفس القيمة اللي نزلتها هنا هي هي القيمة اللي طلعتها، فدول تراحم مع بعض. ما هو ده كده ايه؟ موجب وسالب معايا. ففي الحالة ديت السائل رقم 3 القيمة اللي تحت ديت وديت تلاشوا مع بعض، لان هما قيمتين متساويتين ولكن عكس بعض، فراحهم مع بعض. وقفت هنا انا دلوقتي لسه في اللون الاحمر اللي هو بتاع السائل رقم 3، بكمل ايه اللي حاصل بقى؟ طالع يبقى ايه؟ ناقص رو 3 جي في الاتش 3. الاتش 3 هنا بتساوي ايه؟ اللي هي بالصدفة عندي اللي هي قيمتها اللي 3. طيب نكمل بقى كده، نبص نشوف سحبنا الرسمة دي واحدة. في ديلي في التايم علشان اكتر من تطبيق مفتوح، حاول بس نوقفنا هنا، جبنا القيمة ديت من اول هنا لحد هنا كده، خلصنا السائل رقم 3. هنتحرك بقى دلوقتي برضه لفوق، يبقى لفوق احنا بنقول عندنا ناقص السائل رقم 1 اللي هو رو 1 في الجي في الاتش 1 بتاعت السائل 1. والاتش 1 ديت قيمتها عبارة عن ايه بقى؟ اللي هي ايه؟ ال 1 معايا يا شباب، اللي هي هنا ال 1 يساوي في حاجة تانية مفيش بقى غير الجو، وانا هشتغل جيج يبقى يساوي 0. لو هشتغل ابسوليوت بريشر يبقى انا هنا اكتب ايه؟ يساوي بي اتموسفيرك، لكن لو انا هشتغل جيج بريشر يبقى انا اكتب هنا ايه؟ يساوي صفر. يبقى انا عندي بقى دلوقتي ايه؟ المعادله بتاعي حاجتين مهمين فيها، الاشارات وقيم الاتش اللي موجوده لكل سائل انا مريت بيه. لو تلاحظ انا عندي ثلاث سوائل انا مريت بيهم، السائل الثاني وبعدين السائل الثالث وبعدين السائل الاول، يبقى 2 3 1 معايا. وكل قيمة ارتفاع عرفت ان انا القيم بتاعته المختلفة عبارة عن ايه علشان ما اجي اعوض بيها في المعادلة. هنا انا عندي موجود كثافة، موجود الارتفاع، الكثافة، الارتفاع، الكثافة، الارتفاع، وانا ده المجهول عندي. يبقى بكل بساطة اقدر اعرف قيمة البي او البي اي اللي موجودة للخزان اللي بالشكل ده كده، او البريشر الموجود هنا. القيمة اللي هتطلع من هنا عبارة عن نيوتن على المتر مربع، لأن حضرتك هتعوض الكثافة هنا كيلو جرام على المتر مكعب، هنا متر على الثانية تربيع، هنا هتعوض بالمتر. خلي بالك أي اتش هتعوض فيها بالمتر، هنا بيساوي زيرو. يبقى القيمة ديت اللي طلعت نيوتن على المتر مربع، وهي عبارة عن جيج بريشر. واضح يا شباب؟ طيب نيجي ناخد المثال اللي احنا كنا راكنينه فوق كده ونشتغل عليه. انا عندي هنسمي بقى السوائل
اللي هنسمي هنا السائل واحد، السائل اتنين، السائل تلاتة، وعندي خزان A وخزان B. هنتحرك برضو بنفس الاتجاهات، طالع بالسالب نازل بالموجب. خلي بالك من القاعدة ديت، هتبقى تسهل لك الموضوع كله. هو احنا ممكن ما نشتغلش بالقاعدة ديت، لو انا رجعت للمثال ده خلينا نشتغل عليه. هو فين نقطة تساوي الضغط يا شباب؟ النقطة اللي احنا عملنا عليها حذف. لو انا عايز احل بطريقة تانية، نقطة تساوي الضغط اللي هي بالشكل ده كده هنا، نقطة تساوي الضغط اللي انا نزلت وطلعت فيه. يعني ايه؟ لو انا وقفت هنا كده، كل قيم الضغط اللي فوق هنا تساوي اللي في اليمين الطرف الثاني، اللي هو كل قيم الضغط اللي هنا. يعني ايه؟ انا عندي هنا هنحل بطريقة تانية. هنقول الطرف اليمين والطرف الشمال. طرف اليمين وطرف الشمال. انا عندي هنا ايه؟ البي ايه تمام زائد رو جي اتش بتاع السائل الثاني تساوي عبارة عن ايه بقى؟ رو التلاتة جي اتش اللي هو القيمة ديت اللي هي ال التلاتة زائد اللي فوقها عبارة عن ايه؟ رو واحد جي اتش واحد اللي هي كانت ال واحد تمام؟ زائد صفر اللي هو المفتوح الطرف التاني. لو انا خدت الكلام ده كله وديته في الناحية التانية وديته هناك هيروح بالسالب، والطرف التاني ده وديته هناك هيروح بالسالب، هتبقى بي ايه زائد رو جي اتش ناقص رو تلاتة جي اتش تلاتة ناقص رو واحد جي اتش واحد تساوي صفر. سيبنا الصفر لوحده هنا، اللي هي نفس المعادلة اللي احنا لسه كنا متكلمين عنها هنا. يبقى هي نفس الفكرة، ان انا بشوف نقطة تساوي الضغط بقول الطرف الشمال بيساوي الطرف اليمين، او لو انا بشتغل بقى ايه، باخد البداية وافضل اتحرك معاه وانا طالع او نازل. نرجع تاني بقى للمثال بتاعنا اللي احنا كنا حليناه كتبناه، وهنبتدي نحله مع بعض تاني دلوقتي. طيب المهم عندي المعادلة برضو، انا مش هدور على القيم اللي موجودة لكل طرف، انا عرفت خلاص انا حل المسألة ديت معادلة واحدة، لو كتبتها صح هنعرف نحل المسألة. هنبتدي الـ PA وبعد كده ايه؟ نازل موجب زائد رو واحد جي اتش واحد معايا. بعد كده نزلت في السائل التاني وطلعت، يبقى ديت هي ديت نقطة تساوي الضغط اللي احنا ايه اتكلمنا عنها معايا. طيب وبعد كده ابتديت اتحرك ايه، طلعت فوق، لما جيت اطلع فوق يعني اشارة ايه بالسالب، سالب الميركوري رو اتنين جي اتش اتنين. هنعرف قيمة اتش اتنين دي هنجيبها ازاي؟
تمام، وبعد كده كملت فوق في السائل اللي لونه اخضر ده، يبقى انا بقول ايه برضو ناقص رو 3 جي اتش 3. بعد كده وصلت هنا في الطرف الثاني، يبقى بنقول بتساوي بي بي معايا، لان انا في عندي خزان، بدل ما اقول بيساوي صفر لا انا في خزان تاني بيساوي بي بي. طيب لو انا هاجي اعوض، طبعا كل سائل هيديني كثافته، او على حسب بقى اشوف ايه المجهول. اتش واحد عندي هنا بقيمتها بكام؟ اللي هي 3/10. واتش اتنين اللي هي قيمتها ايه؟ عبارة عن 3/10 ناقص الايه، يبقى اتش اتنين عبارة عن 3/10 ناقص الايه، واتش تلاتة عبارة عن ايه؟ من هنا كده لحد هنا هو مديني عبارة عن ايه؟ الـ A كانت واقفة لحد هنا كده 4/10، ونزلت تحت يبقى عبارة عن الـ H 3 ديت عبارة عن 4/10 زائد الـ A، وهو مديني الدلتا B معطى في المسألة بتساوي قيمة. فأنا هعمل ايه؟ هودي الـ B ديت الناحية التانية، يبقى هقول ال بي اي ناقص ال بي بي، وودي الكلام ده كله الطرف في اليمين معايا، وودي الكلام ده كله فين؟ الناحية التانية من المعادلة. بيساوي الكلام اللي هو في الطرف اليمين كله الناحية التانية. اتضح ان هو اصلا عايز يعرف قيمة الـ A اللي موجودة عندي بالشكل ده كده، يبقى بنقول الـ A ونحل المسألة كده. الموضوع بقى سهل عندي نحل اي مسألة يو مانومتر معايا. طيب ناخد مسألة تانية برضو، او فكرة تانية موجودة عندي بالشكل ده كده في المانومترات. عندي خزان نقطة A وخزان نقطة B، اتش والقيمة دي 3/10، تمام، اسف اتش ديت كده صح، انا هقفل بس ال
معلش الرسم بشع شوية. معايا يا شباب ولا؟ يا شباب سامعني؟ تمام. أنا عندي دلوقتي المسألة بالفكرة دي كده، اللون الأزرق ده سائل كثافته ده الأول حاجة ووتر، وهنا ده كده أويل، والسائل الأخير ده ووتر. تمام، ووتر خلاص احنا عارفين الكثافه بتاعه ب 1000 افتراضيا، ادام انا ما قلتلكش قيمه مثلا ب 900 او 850 او او 1100 او 1050، فانت بتفترض القيمه الافتراضيه بتاعه عند درجه 25 مئويه ان هو كثافته ب 1000. مع شباب طيب، والاويل السبيسيفيك جرافيتي بتاعه مديه لحضرتك الاس جي بتساوي 9/10. يعني ايه السبيسيفيك جرافيتي؟ اللي هي كثافه الزيت او كثافه السائل بالنسبه لكثافه الميه ب 9/10، يعني لو ضربته في 1000 يبقى كثافه الزيت بتاعي ديت 900 كيلو جرام على المتر مكعب. عايز يعرف او هو مدي لك قيمه البي اي، قال سيادتك ان البي اي ناقص البي بي بتساوي سالب 5 كيلو باسكال. عايز يعرف قيمة ال H ديت قد ايه. طيب نحل كده مع بعض ونشوف، نكتب المعادلة الاول، ما تشغلش بالك بالاطراف الموجودة في المعادلة هنا ديت. اول حاجة هنبتدي من الشمال من الخزان ده ونتحرك واحنا رايحين للخزان التاني. يبقى أول حاجة هتقابلني عبارة عن إيه؟ بي إيه معايا؟ بي إيه، بعد كده قلنا إيه؟ طالع بالسالب، بي إيه ناقص، هو إحنا مش قلنا الرو جي اللي هي بنسميها الجاما، يبقى هنقول ناقص جاما بتاعت الووتر في الإتش 1. وبعد كده طلعنا ونزلنا تاني، يبقى القيمتين دولت اللي هي نقطة ايه تساوي الضغط ديت راحت مع ديت، وصلت للنقطة التانية هنا كده. بعد كده انا اتحرك اعمل ايه؟ نازل لتحت، يبقى ايه بالموجب، يبقى زائد جاما اويل اللي هو اللون الاخضر في الاتش 2، وصلت للنقطة ديت، بكمل نزول تاني، يبقى بقول ايه زائد الجاما ووتر في ال H 3 صح؟ تساوي ال B P. يبقى أنا كده خلاص اتأكدت إن المعادلة بتاعي صح، أركن بقى الرسمة في جنب خالص ونكمل شغل على المعادلة بتاعتنا. هو مديني دلالة ال P A ناقص ال P P، يبقى أنا بقول ال P A ناقص ال بي بي وأودي الكلام ده كله الناحية التانية يساوي جاما ووتر اتش 1 ناقص جاما اويل اتش 2 ناقص الجاما ووتر اتش 3. الجاما ووتر بكام؟ 1000 في 9/8. اتش 1 كانت بكام؟
اللي هي 2/10 تمام، ناقص الجاما اويل اللي هو كان ب9/10 اللي هي كثافته 900 في 9.8 في ال H 2 اللي هي المجهولة بتاعتي اللي هو عايزها معايا في ال H 2 ناقص الجاما ووتر اللي هي 1000 في 9.8 في ال H 3 اللي هي الأخيرة اللي هي بكام؟ ب3/10. طبعا الوحدات خلي بالك، يبقى أنا عندي المعادلة بتاعي ال PA ناقص ال PB بتساوي الأجزاء ديت كلها، وأنا عندي المجهول بالشكل ده كده هنا. وهو كان مديني في الأول بيقول لي إيه؟ إن ال PA ناقص ال PB بتساوي -5 كيلو باسكال. يبقى أنا أرجع بقى وأعوض أقول الكلام ده، -5 × 10^3 لأن هو مديني 5 كيلو باسكال. أعوض الكلام ده كله وحل المعادلة موجود عندي في مجهول واحد، يبقى ال H2 هتطلع ب 0.455 متر وهو المطلوب إثباته. تمام يا شباب؟ يبقى أنا عندي حاجتين مهمين أوي خلي بالك منهم. اتفضل. ما هو السبيسيفيك جرافيتي، انا الاس جي مش ب900 يا باشمهندسة، الاس جي هو ب9/10. تعالى كده ايه نوقف شوية كده ونتكلم في جنب كده. احنا لو نفتكر مع بعض السبيسيفيك جرافيتي بتساوي الرو على الرو ووتر تمام، هو الاس جي ب9/10، الرو بتاعت السائل اللي انا معرفهاش على الرو بتاعت الووتر ب1000. يبقى انا لما اضرب 9/10 في 1000 يبقى الرو بتساوي كام؟ 900 اللي هي الرو بتاعت الاويل معايا. ما احنا قلنا بقى انا مش ممكن ما اديلكيش الكثافه، اقول لك ايه السبيسيفيك جرافيتي على طول ماشي. فخلي بالكم يعني الجزء بتاع المحاضره الاولى هنستخدمه في الشغل بتاعنا واحنا شغالين كده ايه مع بعض الخواص السائل ديت. مش هديلك بقى ايه، مش هديلك مساله اقول لك هاتلي السبيسيفيك جرافيتي، ده هي بتبقى من ضمن الشغل واحنا شغالين. واضح يا شباب؟ طيب ناخد مساله او فكره تانية في المانومتر بقى. عملوا ايه لما لقوا الضغوط قليله قوي؟ انا هنا احنا قلنا الضغط بنشتغل راسي صح ولا مش صح؟ فايه اللي حصل؟ احنا بنقيس الهايت الاتش اللي هي vertical distance صح؟ المسافة الرأسية. فعملنا ايه بقى؟ لو ما لقينا المانومتر الضغط بتاعه مش مظبوط، فقمنا جايين عاملين ايه؟ مش مظبوط، الضغط قيمته واطية قوي، فميلنا الرجل بتاعه بحيث ان احنا ايه عملنا حاجة اسمها تانية ايه inclined manometer، بقت الطول بتاعي بزاوية ميل. يبقى انا عندي فيه زاوية سيتا، وبقى الطول بتاعي بدل ما بقى قيمته الرئيسية اسمها اتش، بقى قيمته المايلة اسمها ايه ال معايا. طيب وانا قانون البريشر بتاعي بيقول لي ان البريشر بيساوي رو جي اتش. انا ما خليتش بنفس القصه، لكن اللي حصل ايه بقى؟ ان انا كان انا عملت، انا عندي الزاويه اهو ده ال و الاتش، ايه العلاقه بين ال والاتش؟ ها شباب، ان الاتش بتساوي ال ها شباب ال ساين او ال كوزاين سيتا صح ولا مش صح؟ اهو
عملت مركبة رأسية، يبقى أنا عايز أجيب الـ H ديت الارتفاع، يبقى أنا بجيب المركبة الرئيسية بتاعي للارتفاع. تمام يا شباب؟ يبقى أنا عايز أجيب الارتفاع الرئيسي، يبقى ممكن نقول رو في جي ال إيه بقى؟ المقابل بتاعي آسف ال ساين سيتا. تمام ولا مش تمام؟ يبقى أنا عشان أجيب الارتفاع الرئيسي بضرب في ساين الزاوية، يبقى أنا ال H بتاعي شلتا وحطيت ال ساين سيتا. ناخد مثال على الشكل ده او الشغل ده كده. عندي مانومتر، مايل المانومتر، هنمسح ونعمل رسمة كبيرة شوية. ده نقطة A، الارتفاع من هنا لهنا 3 معايا، ده سائل، وبعد كده في سائل تاني بزاوية الميل دي كده، أنا عندي هنا سيتا بتساوي 30، والسائل التاني ده هنا كده والطول بتاعه من هنا لهنا 8، والمسافة الرأسية أنا عندي هنا خزان تاني نقطة B، والمسافة الرأسية الأخرى ديت ارتفاعها 3. ماشي؟ هنا water وهنا water، يبقى الليكويد ده والليكويد ده اللي باللون الأزرق ده ميه وده ميه، واللي باللون الأحمر ده سائل السبيسيفيك جرافيتي بتاعه 2.9 آسف 2.6. طيب بغض النظر عن المطلوب ايه او اللي هو عايزه ايه، احنا نكتب المعادلة على طول. انا عندي BA نازل بالموجب الجاما بتاعة الووتر في ال H اللي هنسميها مثلا، لو احنا هنجي الاول نسمي المسميات H1 وده L وده H2، جاما ووتر في H1، وبعد كده ايه طالع، بس انا طالع بزاوية ميل، ناقص جاما الاويل في، او هنسمي ديت عشان ما نتلخبطش، انا عندي ال L والمناظرة ليها ال H بتاعت الاويل عشان لو هنشتغل كله رأسي H oil، وبعد كده ناقص الجاما بتاعت الووتر في ال H2 بتساوي ال P. تمام؟ نيجي نعوض ال PA زائد الجاما بتاعت الووتر في ال H1 اللي هي مضروبة في 3.10، ناقص الجاما بتاعت الأويل. ال H بقى ديت هي دي اللي أنا هشتغل عليها بقى. ال H O أو ال H بتاعة الأويل عبارة عن إيه بقى؟ ال L في ساين سيتا اللي هو الطول الضلع بتاع المايل
بحيث ان انا كأن انا بالظبط لو عملت ايه، خدت مثلث كده قائم الزاويه وهنعمله باللون الاخضر، يبقى المثلث بتاعي ده كده. انا عندي هنا ال، انا ما بشتغلش غير الارتفاعات الرأسية، فانا باخد عايز اجيب ال HO اللي هو الارتفاع الرأسي عبارة عن ال ساين الزاوية 30، يبقى ال L ساين الزاوية سيتا بتاعتنا، يبقى بنقول بقى ديت كده جاما في ال L ساين 30. نكمل بقى الجزء بتاعنا عادي، ناقص الجاما بتاعت الووتر في ال H 2 بتساوي ال P P. شوف ايه بقى اللي ناقص عند حضرتك في المعادلة وتقدر تكمله وتطلع المجهول عندك. بي ايه مثلا لو هو مديهولك ومديلك البي بي، وطبعا الجاما اويل مديهالك، الجاما ووتر مديهالك، الارتفاع بتاعنا موجود 3 من 10، وهنا الارتفاع ده ب3 من 10، الزاويه مديهالي، ممكن اعرف من هنا قيمه ال ال. يعني اي حاجه حضرتك هتعوز تطلعها من المعادله هتشوف ايه الحاجات اللي موجوده عندك الباقيه وتطلعها. بكده نكون خلصنا محاضره النهارده يا شباب، الشابتر 2 اللي هو البريشر او المانومتر. لو هنلخص الكلام ده كده سريعا عشان المحاضرة دي مهمة جدا. طيب في حاجة عايزين نقولها كده قبل ما نخرج من الجزئية ديت، لو تلاحظوا هل انا اتكلمت على سرعات او اتكلمت على اكسلريشن او عجلة؟ لا، يبقى احنا كل شغلنا النهاردة كل ده عبارة عن ستاتيكس، يعني الفلوستي بتساوي زيرو، مفيش اي سرعات، يعني السائل بتاعي في حالة سكون. يبقى انا كل اللي انا بشوف تأثيره بشوف الخواص اللي احنا خدناه النهاردة مع بعض، بنشوف الفلويد بروبرتيز اللي احنا خدناه خدنا الفيسكوستي خدنا البريشرز، تمام. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم مع بعض على الهيدروستاتيك فورس اون سبميرجد بلينز، او قوة السكون او القوة الهيدروستاتيك. هيدروستاتيك قوة مائية، فورس القوة المائية على الاسطح المغمورة، يبقى هيدروستاتيك فورس القوة السوائل على الاسطح المغمورة. طيب نكمل تلخيص محاضرتنا بقى اللي احنا خدناه النهاردة. الفيسكوستي بنقيس من الفلويد بروبرتيز، بنقيس بنشوف اللزوجة والشير فورس اللي هي بتسمى التاو، وهي عبارة عن التاو بتساوي الميو دي يو باي دي واي، تمام. ووحدة الشير فورس او الشير بتاعتنا نيوتن على المتر المربع. الجزء اللي في الاول الفلويد بروبرتيز اللي احنا خدناها عندنا، خدنا بقى النهاردة ايه الدينستي، وخدنا السبيسيفيك جرافيتي والسبيسيفيك ويت والسبيسيفيك فوليوم معايا. طيب وخدنا في نهاية الجزء الأول ده خدنا السيرفيس تنشن، اللي هو منه بنجيب ارتفاع السائل والسيجما اللي هو التوتر السطحي. طيب البريشر بتاعنا الشابتر الثاني، سوري، البريشر في الاجسام الصلبه عباره عن الفورس بير اريا، الفورس العمودية. ولو انا هاخد البريشر في الليكويدز ان
بيتساوي الرو في الجي في الاتش برضو العمودية. ووحدة البريشر عبارة عن نيوتن على المتر مربع، او اللي هي الباسكال اللي هي برضو تمام. ومن ضمن الوحدات عندنا البار. في حاجة تانية برضو اللي هي لو احنا خدنا لو اتكلمنا على البريشر منه برضو بنقدر نجيب ارتفاع المبنى او اي ارتفاع بدلالة كثافة السائل. وشفنا قيمة الضغط الجوي، وقلنا في معادلة مهمة جدا البي ابسوليوت بتساوي البي جيج زائد البي اتموسفيريك. الضغط الكلي بيساوي، والبي اتموسفيريك هنا بقيمته واحد اللي هو واحد بار او واحد 13 من 1 × 10^5، والبي جيج اللي هو ضغط الخزان. يبقى انا الضغط الكلي عبارة عن الضغط الجيج بتاعي زائد الضغط الجوي الموجود عند حضرتك. ولو البي جيج اخيرا لو احنا قلنا البي الجيج طلعت قيمتها بالنيجاتيف تمام، يبقى انا عندي بنقول البي بتساوي كذا فاكيوم، اللي هي المعادلة او الفيجر المشهور اللي لازم حضرتك تخليه في بالك وانت شغال. ان انا عندي القيمة اللي انا بشتغل بيها انا هنا كده ده زيرو ابسوليوت، وده هنا كده زيرو جيج معايا. لو انا واقف عند الزيرو جيج بنزل يبقى بنسميه فاكيوم، ولو انا بطلع بنسميه جيج هنا، ولو انا بقيس من تحت لفوق بنسميه ابسوليوت. يبقى لو انا هشتغل على الجيج يبقى انا واقف هنا، القيمة ديت من هنا لحد هنا كده اسمها واحد اتموسفيريك. واضح يا شباب؟ اللي هنا ديت اللي هي الزيرو جيج اللي هي تعادل واحد اتموسفيريك. يعني انا كأن انا نقلت الديتم بتاع او خط الارض، بدل ما بقيس ابسوليوت من الصفر من هنا طلعت عند واحد ضغط جوي، اعتبرت ان الجيج بتاعي هنا كام؟ زيرو جيج. هنزل تحته بالفاكيوم اطلع فوق بالجيج بريشر او البوزيتيف بريشر، هنا نيجاتيف بريشر وهنا بوزيتيف بريشر. اقل او اقصى قيمة للفاكيوم اقدر انزلها اللي هي كام؟ سالب واحد، لان القيمة هنا عند واحد انزل بسالب واحد. يا ريت الفيجر ده او الشكل ده يفضل في دماغ حضرتك مدى الحياة، حضرتك تكون فاهم. الباشمهندس المحترم لازم يكون فاهم الجيج بيقيسه ازاي، الفاكيوم بيقيسه ازاي، او ايه الخط اللي انا بقيس من عنده، وايه الفرق بين الابسوليوت بريشر والجيج بريشر والاتموسفيريك بريشر. بكده نكون خلصنا المحاضرة ديت وعملنا مراجعة سريعة عليها، ونكمل المحاضرة الجاية ان شاء الله اللي هي الهيدروستاتيك فورس اون سبميرجد بلينز. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.